هنيئا لجميع المكونات ديال نادي تبركان بهذا التأهل، وكذلك هنيئا للكرة المغربية بهذا التأهل. كما عاودوا وديكلاريت، كنشكر جميع الجماهير المغربية واللي كان الأهم والتضامن مع الفريق ديالنا. نشكر الجماهير اللي خرجت من الملعب، وكذلك اللي تعذر عليها ما حضرتش ولكن راه كيوصلنا المساندة ديالهم. شكرا للجمهور المركاني والجمهور المغربي، ما تفوتوش الفرصة. نشكر كذلك ونوه بالفصل ديالنا أورانج بويز. كما قلت حنايا دابا هذه صفحة من الماضي، دابا خطوة في المستقبل، المستقبل القريب، وإن شاء الله عندنا مقابلة نهائية اللي غادي نجرو هاد الزمالك في مصر، خصنا نستعدو لها أحسن استعداد، سواء كرويا وجماهيريا، وكذلك نتمكنوا باش نحصلوا على هاد اللقب ونكونوا النصيب ديالنا من كرة القدم الوطنية. شوف حنا ما عندنا حتى شي مشكل، القميص ديالنا يعني دايتي بالمناسبه ريغلومونتير بالنسبه للكاف، حنا الا كان شي مشكل تاسو الكاف حنا ما عندناش مشكل. حنا الان كنفكروا في الزمالك باش نمشيو ان شاء الله ننتصروا وناخذوا الكاس الثالثه. هادشي اللي كاين، وشكرا.